مركز أخبار قناة الكأس نحييكم موجز لآخر الأخبار. أهلا بكم. تأهل منتخبنا الوطني لكرة الطائرة الشاطئية إلى نهائي بطولة جراند أوساكا الآسيوية المفتوحة التي تقام في ضيافة اليابان. منتخبنا الوطني الثاني بقيادة أحمد تيجان تفوق على نظيره الأندونيسي في نصف النهائي بشوطين دون رد. على الطرف الآخر يلعب منتخبنا الوطني الأول بقيادة شريف يونس مباراة المركز الثالث أمام أندونيسيا. أنهى منتخبنا الأولمبي لكرة القدم استعداداته للمواجهة الودية التي تجمعه الليلة بنظيره المكسيكي في ملعب أكاديمية التفوق الرياضي. تأتي هذه التجربة الإعدادية في إطار تحضيرات الأولمبي القطري لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما التي تستضيفها الصين مطلع العام المقبل. سيحاول الجهاز الفني بقيادة الإسباني فيليكس سانشيز اختبار أكبر عدد من اللاعبين والوقوف على جاهزيتهم من أجل الاستقرار على التشكيل المناسب للمباريات الرسمية. من جهة أخرى يستضيف ملعب عبدالله بن خليفة في نادي تحيل مباراة ودية بين فريق أسد وضيفه التركي ترابزونسبور. فريق أسد يخوض هذه الودية في ظل غيابات كثيرة في صفوفه بسبب وجود أغلب اللاعبين مع المنتخبين الوطني الأول والأولمبي، كما لم تتأكد مشاركة المهاجم بغداد بنجاح الذي واصل برنامجه التأهيلي تحت أشراف الجهاز الطبي. سحبت اليوم قرعة البطولة الآسيوية العشرين لأندية الأبطال لكرة اليد التي ستقام في الهند شهر نوفمبر القادم. القرعة وضعت ممثل كرة اليد القطرية فريق دحيل في المجموعة الأولى، بينما وقع الممثل الثاني لليد القطرية الأهلي في المجموعة الثانية. يتطلع المنتخب المصري إلى التأهل إلى نهائيات كأس العالم روسيا 2018، وذلك عندما يواجه نظيره الكونغولي في قمة الإسكندرية هذا المساء. تتصدر مصر مجموعتها برصيد 9 نقاط من 4 مواجهات، تليها أوغندا ب8 نقاط من 5 مواجهات، غانا ب6 نقاط من 5 أيضا، بينما تتذيل الكونغو جدول الترتيب. يأمل منتخب الفراعنة تجديد الانتصار على الكونغو بعدما تفوق عليه ذهابا ب2-2 وانتزاع البطاقة المونديالية دون الحاجة إلى نتيجة الجولة الأخيرة التي ستضعه في مواجهة منتخب غانا. هذا وكان المنتخب المغربي قد عزز حظوظه في بلوغ نهائيات كأس العالم بتفوق على نظيره الجابوني ب3 أهداف نظيفة. المنتخب المغربي بهذا الفوز يتصدر المجموعة الثالثة بمجموعة 9 نقاط متقدما بفارق نقطة واحدة عن كوت ديفوار، ويدين أسود الأطلس بهذا الفوز الثمين إلى لاعبه خالد بوطيب الذي أحرز الهاتريك. هذا ويحتاج منتخب المغرب لنقطة أمام كوت ديفوار في الجولة 6 والأخيرة لضمان التأهل. سادت الفرحة تونس بعد أن بات منتخب نسور قرطاج بحاجة إلى نقطة فقط لبلوغ نهائيات مونديال روسيا. المنتخب التونسي تألق أمام مضيفه منتخب غينيا، تفوق ب4 أهداف مقابل هدف. وقد كان لاعب الفريق فريق دحيل يوسف المساكني كلمة السر بعد أن سجل 3 أهداف وصنع الرابع. هذا وبات منتخب تونس بحاجة إلى تعادل في مباراة الجولة الختامية أمام ضيفه ليبيا لحسم التأهل عن المجموعة الأولى وبلوغ النهائيات للمرة الخامسة في تاريخه.
أحرز البريطاني لويس هاملتون سائق مرسيدس لقب جائزة اليابان الكبرى المرحلة 16 من بطولة العالم للفورمولا 1. هاملتون استفاد بشكل مثالي من انسحاب منافسه على صدارة الترتيب العام سائق فيراري الألماني سيباستيان فيتيل، والذي اضطر للانسحاب في اللفات الأولى من السباق بسبب مشكلة في المحرك. تقدم هاملتون على سائقي ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن والأسترالي دانيال ريكاردو، وبذلك وسع هاملتون الفارق في صدارة الترتيب العام إلى 59 نقطة عن فيتيل قبل 4 مراحل فقط من نهاية البطولة. ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.